في تمام الساعة 11:30 صباحا شارك الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبو ظبي جموع المواطنين والمقيمين وقفة الدعاء الصامت في واحة الكرامة احتفاء بيوم الشهيد تقديرا لتضحية شهداء الوطن الأبرار واعتزازا بشجاعتهم وبطولاتهم وعطائهم. ودعا الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان المولى عز وجل أن يتغمد شهداء الوطن بواسع رحمته وأن يسكنهم فسيح جناته. وكانت فعاليات يوم الشهيد قد بدأت على مستوى الدولة بتنكيس العالم في تمام الساعة 8 صباحا فيما استضافت واحة الكرامة الفعالية الرئيسية.